عبد الله الشيباني مين بيفوز؟ شوف خالد هالقطن الرواس اهم شيء حركه اليد الرواس الله يهديه هو لو جاء الوكره كان غير اراه لكن انا باذن الله اقول لك كلامي رؤيتي المتواضعه المباراه عارف يا خالد يعني ان شاء الله بكره راح يحسمها الارجنتين ها خالد حبيبي يا ابو علي بكره جايك الوكره ان شاء الله بكره جاي الوكره عشان خليت فيها ابو علي حبيبي بكره رايح الوكره يونس السياره معاك انت هي حاضرين تسلم حبيبي هي وشوشه تسلم يا الله وجهك